ما بيجعل اني انا شريك بليرة فساد بالدولة. ما بينطبق هذا الحكي على الكهرباء والبواخر اللي بعدنا لهلأ عم ندفع حق عتمة. بلشت قصة بواخر الكهرباء كارا دانييز اللي قدمتهم وزارة الطاقة بال2013 بمصالح سعد الحرير التركية. وما كان التيار الوطني الحر بوقتها مجرد تيار سياسي مستلم الوزارة، كان شريك أساسي بتفاصيل المناقصة من أولها لآخرها حتى طلع العقد من نصيب الشركة التركية. بهالملف تحديداً كان أداء التيار الوطني الحر مدرسة بالتفنن للالتفاف على القوانين على مرحلتين، بال2013 لما توقع العقد أول مرة لإنتاج 270 ميجاوات، وبال2017 لما حاول التيار يرفع قيمة إنتاج البواخر ل 850 ميجاوات ويضاعف قيمة العمولات اللي عم يربحها من هالعملية. مقابله بالبواخر الكلفة صفر، هيك منقارن، لأن نحن الدولة اللبنانية ما عم ندفع ولا قرش على الكلفة الإنشاء، هيدا باخرة عم نستأجر منها بس كهرباء. التيار مصر لحد اليوم إنه اختار البواخر كحل مؤقت فرضوا نقص الإنتاج، وإنه تورط الحريري أو الصفدة بعمولات بهالملف ما بيعني بالضرورة أن وزارة الطاقة كانت على علم بوجود هالعمولات أو أنه كانت شريكة فيها، بس أداء التيار بيدل على العكس تماماً. المرحلة الأولى صفقت 2013. الخطوة الأولى التمهيدية، اتخاذ مجلس الوزراء قرار باستخدام البواخر واختيار الشركة من خلال لجنة وزارية بدل عقد مناقصة من خلال إدارة المناقصات. الهدف النهائي من هذه الخطوة الغير قانونية تحرير وزارة الطاقة من أي قيود حتى ينسمح لها تحمل دفاتر شروط المناقصة اللي بتحدد معايير اختيار الشركة من خلال فريق من الاستشاريين. لتحقيق الهدف تم استبعاد مؤسسة كهرباء لبنان من أي متابعة أو تنسيق بخصوص صياغة دفتر الشروط، بأكد تقرير التفتيش المركزي على الثغرة وعدم قانونيته. بعد تحرير التيار العوني من أي قيود على عملية صياغة دفاتر الشروط إجا دور التفنن بهندسة الدفاتر نفسها بأساليب تقنية ماكرو، مثل تحديد فترة 9 أشهر لتأمين البواخر ومن بعدها تمرير 7 أشهر من دون البت بالعروض. بهالحالة ما بيضل قدام العارض إلا شهرين لتأمين البواخر، وهالشي ما فيها تأمنه إلا الشركة المتفق معها من قبل من تحت الطاولة واللي ناطرة الاتفاق معها، يعني كارا دانييز. تحديد كمية الإنتاج من البواخر بشكل بيتوافق مع حجم الإنتاج الموجود عند بواخر كارا دانييز. تحديد أفضلية للشركة اللي بتملك معامل بتشتغل على الغاز مثل كارا دانييز، رغم أنه هالعامل ما بيقدم ولا بيأخر لأنه الكهرباء مطلوب إنتاجها بالفيول. بالنتيجة استبعدت اللجنة الوزارية كل الشركات التانية وما ضل واقف إلا كارا دانييز. المرحلة الثانية صفقت 2017. سنة 2017 صار مطلوب زيادة قيمة العقد من 270 ل 850 ميجاوات. الخطوة البديهية الأولى كانت كتاب من وزارة الطاقة سيزار أبي خليل لمجلس الوزراء بتوصي باعتماد مبدأ اللجنة الوزارية، المبدأ نفسه اللي على أساسه عملت العقود سنة 2013. بس الضجة اللي عملتها صفقت البواخر الأولى ومعارضة قوى سياسية لتفاهم العهد مع تيار المستقبل فرض تحويل الملف لدائرة المناقصات لفض العروض. بيكشف تقرير رئيس دائرة المناقصات جون العلية كيف تلاعبت الوزارة بدفتر الشروط لتطلع الصفقة من نصيب كارا دانييز مرة تانية. من عمل دفتر شروط كامل لصفقة بحدد كل تفاصيله، لأن عمل هو دفتر بحدد شروط تقنية للاشتراك بالمناقصة، وبحسب إدارة المناقصات هذا بحد ذاته كان أول مخالفة بعد تحديد معايير اختيار الشركة الفائزة. غيرت الوزارة شروط المناقصة بنص فترة تقديم العروض من دون ما ينعلن هذا الشيء بالوضوح للمشتركين فيها. قدمت عروض الشركات للجنة خاصة تشكلت من استشاريي وزارة الطاقة ومندوب تعين من مجلس الوزراء، وهيدا إجراء ما بيستند على ولا قانون. ما حدد دفتر الشروط المعادلة اللي على أساسها رح يتم تقييم الشركات، وحتى توصية الاستشاري لاختيار الشركة الفايزة ما استندت على ولا تقييم فني. نتيجة كل هالألعاب استلمت إدارة المناقصات من وزارة الطاقة عروض بلا مناقصة فعلية. لو طبقت إدارة المناقصات دفتر الشروط الأصلي قبل التعديلات أو بعده نتيجة كانت واحدة، كل الشركات باطلة عروضها ما عدا وحدة، شركة كارا دانييز. ولهالسبب رفضت إدارة المناقصات بشكل متكرر تمشي بالمناقصة وعرقلت زيادة قيمة إنتاج البواخر مثل ما كان مخطط للتيار الوطني الحر وتيار المستقبل. بعد سنوات من كل هالتطورات اكتشفنا الجزء المخفي من مسار المناقصة، العمولات اللي اندفعت من تحت الطاولة واللي كانت جزء أساسي من هالعملية. تبرهن إنه علاقة جبران بسير برالف فيصل ممثل شركة كارا دانييز بلبنان سبقت تبني بسيل لخيار البواخر، وأنه بسيل متورط بالحلقة الضيقة اللي كانت عم بتوزع عمولات هالصفقة بمن فيهم سمير دومت شريك رالف فيصل بتمثيل الشركة التركية بلبنان. والجلسة اللي كانت مع وكيل شركة كارا دانييز رالف فيصل وأورهان كارا دانييز بالفور سيزن بتركيا هي بتاريخ 11 1
2010 أي قبل ورقة سياسة قطاع الكهرباء لعملها الوزير جبران باسيل بحزيران 2010. طارت صفقة 2017 اللي كانت جزء من صفقة أكبر، هي الصفقة الرئاسية بين جبران باسيل وسعد الحريري لمهدت الطريق لوصول ميشيل عون للرئاسة. طارت صفقة الكهرباء، بس صفقات تانية بقيت شغالة بين جبران وسعد لحد ما فرقتهم ثورة 17 تشرين.